اهلا بكم متابعي انفاس تافي. كنت واجد اليوم امام المستشفى اللي توفى فيه الفنان ديالنا الكبير عبد اللطيف هلال. متواجده هنايا الاسره ديالو وجاو حتى بعض الفنانه باش يازروا الاسره في هذا المصاب هذا، وانا لله وانا اليه راجعون. اش غنقول لكم؟ خبر كالصاعقه، ما عرفتش كنقول لك، هو انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. بكل صراحه الوفاه ديال عبد اللطيف هلال الله يرحمه يوسع عليه، حقيقة الفنان كتشوف كل أسبوع اللي كتشوف فنان كيطيح. وش غنقول لك، عزاؤنا واحد وعزاء العائلة ديالو والشعب المغربي والمحبين ديال عبد اللطيف هلال الله يرحمه. عبد اللطيف هلال من الفنانين الكبار اللي عطاو الكثير للمسرح المغربي والتلفزيون المغربي والسينما المغربية والعالمية. الله يرحمه ويجعل متواه الجنة. كان مريض وكان عيان ولكن الحمد لله كان يقاوم. انسان اللي كنقول لك انسان كيقاوم وكيكافح، وكان من دليل انه كان اخر اعمال ديالو هو سوق الدلاله. انسان كان مريض ولكن حنا راه كاع بنادم راه مريض، ولكن عبد اللطيف هلال من الناس اللي مكافحين، من الناس اللي ربي كيعطيه واحد القوه، وهو دائما الابتسامه على وجهه. انسان طيب، انسان فنان كيحب العمل ديالو الله يرحمه. اش غنقول لك؟ انا ما نقدرش نقول لك، لان حنا يلاه قلت لك جانا الخبر كالصاعقه، جينا كنجريو للكلينيك باش نشوفوا هذا الخبر واش بالصح ولا هذا، ولكن تفاجئنا الخبر كان بكل صراحه. الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين يا رب العالمين، وعزاؤنا واحد. هو الناس عبد الطيف الله يرحمه، الله يرحمه، دعنا فيه انا لله وانا راجعون. هادشي اللي غنقول لكم بقى لله. وكنطلب من الناس المسؤولين في وزاره الثقافه ولا الناس ديال الوزاره الداخليه وكل شيء باش يديروا التفات الرواد ديال الفنان اللي منهم الرواد، لانه عبد الطيف هلال ما هو رائد من رواد الفنانين كبار وجاب من جبال الاطلس. هادشي اللي غنقول لكم.